أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَانْقُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وانكر
في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا صدق الله.